أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل حج الجميع حجا مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرشيد يا شيخ الله. أرشيد في كربلاء جنوب بغداد. التقى رئيس الأركان الأمريكية المسؤول عن شؤون التسلح بنظيره الروسي قائد القوات المسلحة الروسي ميخائيل ماخروف في إطار السعودية. قدمت لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء.